في 25 أيلول الماضي أقر مجلس النواب اللبناني فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الفوائد على القروض السكنية لمدة سنة، على أنه توضع الحكومة المقبلة سياسة إسكانية شاملة خلال 6 أشهر. ومن لحظة إقرار اقتراح القانون جرى الحديث عن إمكانية زيادة كبيرة بنسبة الفوائد ممكن توصل ل 8%، هالشيء اللي سبب حالة من القلق عند الطبقة المتوسطة والفقيرة يلي من المفترض أنها تكون المستفيد الأول من القانون المذكور. تلفزيون نشرة اتصل بمدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لمعرفة آخر المستجدات حول الموضوع. المصارف عم تدرس الموضوع بشكل إيجابي حتى نلاقي الطرق والآليات المناسبة لحتى نرجع نقدر نقلع عملية الإقراض السكني عبر المؤسسة العامة للإسكان. لسبب العملية عم تندرس بتفاصيلها لحتى نقدر نتوصل لحل نهائي. مجرد ما وصلنا لهالحل اللي هو بيرضي الأطراف الثلاثة، يعني المواطن المصرف والدولة، بيصير فينا نرجع نستعيد استقبال الطلبات لإعطاء قروض سكنية عبر المؤسسة العامة للإسكان. نحن مسعينا وجهودنا أنه تكون الفوائد على القروض السكنية بحدود 5% أكيد على الليرة اللبنانية على المواطن. ولحين إيجاد آلية تطبيق مناسبة بترد الدولة والمصارف في المواطن، مش لازم ننسى أنه في 60 قطاع إنتاج آخر بحالة جمود بانتظار عودة مياه الإسكان لمجاريها. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.